حبايب قلبي، النهارده بقى التحدي جامد جدا وفكره جديده، اقسم بالله انا اللي مخترعاها وانا قاعده. فعايزاكم تحطوا لنا لايك حلو ولايك جميل، ما تنسوش تدعوا يا جماعه الاستاذ علي، هتسمعوا كل حاجه في الفيديو. بس بالله عليكم نفسي ومنى عيني، نفسي ومنى عيني كده تحققوا لي رغبتي، اوصل 5000 لايك في اليوم بعد اذن حضراتكم. بعدكم اي حاجه. سلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلوا على النبي، نكسب الصلاه على النبي. اوكي، قلت ليه؟ انا ابني. في واحده قالت لي ادعي لجوزها يعمل عمليه في عينيه، اسمه علي. سعالي ايه ابني؟ مش عارفه ابني. قلت لك اسم امه يعني؟ اه. اشوف وارجع ولا اعمل ايه؟ استنى يا جماعه اشوف. هات التليفون التاني. هات التليفون التاني. ماشي. حبايب قلبي رجعنا لكم تاني. افتكرت رحت جبنا التليفون والله عشان نقرا الكومنت. بصوا بقى، انا عايزه اقول لكم، الناس بتتعشم فيكم خير بعد ربنا. فبتستنى الدعوه منكم. الناس متمسكه بحديث الدعوة الاربعين غريب مستجابة، فهو طبعا الناس اللي بتتابعنا ما يعرفوش بعضهم كلهم، فين وفين مثلا حد يعرف حد، فهي محتاجة الدعوة اللي هو من حد غريب. من حد غريب اللي هو ربنا يكرم ويجعله سبب للشفاء يعني ان شاء الله باذن الله. فتدعو المرة دي تدعو الاستاذ علي ابن صديقة. على فكرة احنا علي ابن صديقة عشان هم كاتبين كده. ربنا يا رب يشفيه ويقومه بالسلامه. هيعمل عمليه في هيركب صمام في العين. على صح كده؟ انا فاكر هيعمل عمليه صمام في العين، معرفش، بس المهم هيعمل عمليه في العين. فربنا يا رب يشفيه. ادعوا له ربنا يشفيه يا رب، يطلعه بالعمليه بالسلامه. هو يا رب يخليكم هو وكل مريض، يا رب ربنا يشفيهم يا رب يا رب، وربنا ما يوريكوش مريض في حد عز عليك يا رب ان شاء الله. فانا يا جماعه معلش، الناس يعني بتبعت لنا عشان عارفين كومنتات كبيرة وكومنتات والدعاء اللي انت قريته. فالناس اللي يعني مش قادره اقول لكم، مش مستني حاجه من الدعاء يعني. يا عم ربنا يخليك. حد مثلا بيتابعنا، انا مش عارفه اتكلم منه، وكل ما اتكلم كلمتين يروح داخل لي. حد بيتابعنا، حد بيتابعنا وبيدعي لحد، فطبعا ده ما يعرفناش معرفه شخصيه، او ما يعرفش الشخص ده معرفه شخصيه. فربنا يا رب يجعل دعائكم مستجاب ويشفي ان شاء الله ويشفي كل مريض. هما والله العظيم بجد بيبقوا مستنيين دعائكم. انا مش عايزه اطول عليكم، انا سكت، مش عايزه اطول عليكم. كنت بغزه بس ماشي. فبالله عليكم لكم المثل ان شاء الله بالدعوات الحلوه. فادعوا للناس يا جماعه، كل الكومنتات تدعي للاستاذ علي ربنا يشفيك. علي ابن ايه؟ صديق. ابن صديق، ابن طنط صديق. ادعوا له يا جماعه بالشفاء ويطلع من العمليه بالسلامه. ربي يسعد قلبكم لكم المثل كلكم ان شاء الله. كل اللي يقول كلمه حلوه او دعوه حلوه تقعد له يا رب. يلا حبايب قلبي، التحدي النهارده جامد وجديد بقى، فكره جديده اقسم بالله ما شفتها عند حد. اللي يكسب هياخد نقط التاني. عشان ما تجوش، استنى بس، عشان ما يجوش يقولوا لي ايه ده انت عملت الفيديو. اقسم بالله ما شفتها عند حد، لسه قايله لاحمد عليها دلوقتي. هنعمل ايه يا احمد؟ اتفضل. هيبقى تحدي ايا كان اللي هيختار. يعني مثلا اخترنا مكرونه، اخترنا فراخ، اللي هيخلص الاول كسبان. يبقى انا مثلا كسبت الجوله دي. هي الجوله الجايه كسبت، يبقى خدت الجوله بتاعتي، بقت 2-0. بقت 2-0. هتبقى من 5 جولات عشان يبقى فيصل. يلا بسم الله نسمع. معانا مكرونه روجينا النهارده. مكرونه النهارده متغيره روجينا، ماشي، عشان ما لقيتش انا عندي حبه مكرونه فزودت، وعندي صلصه. وجايبها اشكال مختلفه، قوقعه على مش عارف، واحده متنيه كده. والفراخ بقى الخلطه الصفرا اللي انتوا بتحبوها. يلا يا احمد هنعمل ايه؟ الخلطه الصفرا دي، شوف انت اهو. كان احط كل واحد قد ايه؟ براحتك، انت اللي اختاري الاول اهو، قولي انت. كل واحد حته فرخه، يعني نص حته فرخه. على 6 معالي مكرونه، واللي يخلصهم الاول اهو. ادي 6 معالي. بص انا ادي 2. طب سيبها دي بتاعتنا، انت حليت 3 مكرونات والله العظيم. واحد ده انا حاطه ده كل واحد. بص اهو، بص اهو، اعمل ايه اهو؟ طب والله اهو، ما تزعلش مني اهو. يلا على قد ما المعلقه ما تشيل كده. 3. لا والله العظيم، والله العظيم 3. لا والله العظيم 4. والله ما بضحك عليك. لا والله العظيم تضحك. ادي 5 اهو، 6 والله اهو، 6 والله اهو. على فكره مش بضحك عليك، على فكره مش بخم اهو. ادينا بس الشطه. مش بتخم والله؟ 6 ده انت بقيت قبل الخم. طب اقسم بالله، بص يا جماعه، بحيث ربنا مش عارفه الراجل اللي بقى خمومي. بص انت شفته وانا بغرف ولا ما بشوفش؟ حط يا احمد معلقه عشان والله العظيم قليل. بصي عشان ما تزعليش اهو، بصي اهو اهو اهو
فضيتهم تاني. احنا لسه هنلعب بقى والفيديو. ايوه اتنين اهو. طب اعمل لها ايه اهو؟ اتنين ادي ثلاثة. نعم يا حبيبي. ايوه اربعة. تعمليه خلاص البرفان بتاعي. معلش لا قولي ما تحطش برفان تاني. لا هحطه على الشراب. طب اقسم بالله لما خش 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 سك الباب. خش خش خلاص خش سك الباب دلوقتي لما اجي. ما حدش يطلع لنا دلوقتي يا جماعة. ماشي والله العظيم ماشي. خد لي شوية شطة صغيرين. حاسب عشان المروحة تبدلني. اهو انا اديتك جنبه. اهو تاني؟ لا حلو جدا. مش صغيرين. بسم الله. فرخه استني بس قبل ما نبدا. ما تخبطش بس عشان هما ايه بيكرهوا نفسهم. اه يعني انت تخبطي. طب قطمي حته عشان ما تدريش انت طنط حته صغيره. اهو قطمي دي انا عاوز انت جت على الفراخ عشان ما توسخش. ده انت لاقيه انت بتخلي مكرونه. لا اقطع انت حبيبي. انا هقطع لنفسي وانت هتقطع لنفسك. انا بس كده ماشي. انا هاخد الورك المتحمر حلو. اهو نصها بالظبط اهو. اي خدمه. عشان بس السمين اهو. اهو حلو كده؟ ماشي حلو كده قوي. ماشي ده يخلص الاول. طلع اللحم وساب العظم اقسم بالله. طلعت اللحم فيه. لا ده انا عايزه مناديل. المناديل ورايا؟ لا لا معلش يا جماعه اجيب المناديل على طول. مش عارفه كنت هتحطهم في بق واحد. لا ايه؟ رجعنا اهو. يلا واحد اثنين ثلاثه. انت كنت جبت معلقه خشب بس. مكرونة الرجينة دي تقيلة يا جماعة. مكرونة الرجينة تقيلة. انا عارفه ده سنه وسن. عايزك عايزك تسوي رغم انك الجوله الجايه. آه يلا سكتنا الاولاد وهي كسبت اول جوله ايه. بس انا كده كده سايبها اول جوله بمزاجي. عارفين ليه؟ لان التحدي دوت اللي يكسب ياخد جولات التاني. فانا اكسب المره دي ان شاء الله يبقى انا 2-0. يبقى انا ما تعبتش. وانا اكسب اللي بعدها يبقى انا 3-0. ده لو كسبت. انا كنت بسخن بس. خلاص دي اللي اتبقت مني ما كلتهاش. يلا. اقول التحدي بتاعي 10. انا كسبت يا جماعه. كسبت هي جوله. ان شاء الله اخد الجوله دي عشان لما انا 2-0. 10 معالي بسرعه بسرعه. ادي واحد. 10 معالي. طب والفراخ؟ 2 3 4 اهو 5 6 7 8 9 اهو 10. في معالي جت صغيره اهو انا زودت شويه عشان ما تجيش ايه. بصوا دي الخلطه الصفراء انا هحط منها شويه بتبقى طعمها جميل. خد بالك دوقها الاول تكون حاجه. اتهد اتهد بقى. هات لي بس شويه شطه وحط لي شويه صلصه. ايه؟ اه سنه صغيره. شاطر. سنه صغيره بس برضك عشان ما تتحرقش. خلي بالك بس من المروحه عشان هفضل عطسي للصبح. بس خلاص حلو. شفت انا بحطها على ناحيه الشعر. طب والفراخ مش هناكل فراخ؟ هناكل والله. على كام حته يعني؟ هي بقيت الحته. بقيت الحته ده كله في واحده بس؟ بقيت الحته اللي انا ما كلتهاش. ده كله في واحده؟ طب والموز ده ناكله امتى؟ الموز ده اما نحلي. ايوه سيف الموز ده هتكسبه. استنى يلا. فين فين بقيت الفرخ؟ اللي ياكل الاول. انا اخدت بقيت الفرخه ايه اول؟ ايوه بقيت الحته اهو. بقيت الحته ما انا ما باتش معايا حته. انا بحسب على الحته دي هدق. لا ده صدر كبير. ده صدر كبير. ناقص يا احمد. اخد اهو. خلاص خلي 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 الحته دي دول جوله لوحدهم انا خليك تعملهم الجوله الجايه. ماشي يا ستي. يلا خلي دي جوله. بسم الله. واحد اهو. واحد اثنين ما ودش ثلاثه. ثلاثه اهو. انا مش حاسه بالشطه ليه؟
والله عاد بدأ عاد بدأ عاد بدأ مش عارف بدأ والله يجينا على بالي في الفيديو. طب احلفي بالله ما قلنا؟ طب قولي والله؟ لا كده. طب قولي والله ما حصل؟ لا. قولي والله ما حصل؟ طب والله قلنا على البلح. طب راجع الفيديو لو مش على البلح يبقى انت كسبان. ده اول خمة. لا والله قلنا على البلح. اول خمة. هو مش عايز يخسر. طب ركزوا في الفيديو يا جماعة شوفوا احنا قلنا على البلح والله قلنا على البلح. وانت اللي قلتي. شفتوا وانت... اول خمة. طب قولي انت ما قلتيش والله؟ لا والله ما قلتش. ما تحلفيش بالله انت قلتي وناسية. لا ما تحلفيش انت قلتي. قلت على يخلص اللي ببقه للبلع. اي لا والله. يلا ناخد حتتين فراخ اللي باقيين. جوله مش قلت دي جوله؟ لا انت خدت نقطتين وانا صفر. اه. ان شاء الله اكسب دي تاخدها عادي. يلا. هو عشان ربنا على العالم اللي هو خمام. والله ما خميت. يلا واحد اتنين. استنى ولا واحد اتنين انت هتنضفيها؟ لا يلا ويه. طبعا حلو الخلطه دي قوي بحبها قوي. انا بتاعت صدوري كسبت مستريحه. ولا بقى في صدوري. تجيب لي شويه ميه؟ ها؟ اشربي؟ خدي. امسكي المية اشربي. ده كده استرواح. الاستلواح سر النجاح. انت كده كده اها كسبت الجولة دي. لا احنا قاعدين بالعظم. ماشي بقى كلها في العظم بكرة. اهو الحاجة الدروية عشان. لا انا مش عاوز العيب ولا حتة. اه لا فيها لحمة لسه. عملنا فيها تاني. ثلاثة صفر. القطط بتدعي عليها ما بتسيبلهمش حاجة. ثلاثة صفر. يا بت يا فريالة يا بت. يا بت يا فريالة يا بت. أنت فهمت التحدي المرة دي على إيه؟ يلا يلا مش هنقعد نمصمص خلاص بقى. لا الحتة بتاع الجناح بس اهو. عشان دي اللي خسرتني عشان صدر. انا ليه ما طلعتش بحب الاوراق؟ لا لا عاوزة تعملي ايه يا بابا؟ انا اللي قلت المرة دي. وانت اللي هتقوم. انا بالنسبة لي هاكل صباعين موز من غير قشر، هي تاكل صباعين موز بقشره. عشان انا بحب الموز قوي. طب ايه؟ طب بصي ناخد واحدة من دي. نخلص واحدة من دي مع ثلاث معالق مكرونة. لا كتير. لا هي واحدة من دي مع ثلاث معالق مكرونه اهو. والله العظيم لما بيهزر يلا السلامة. لا اهو والله العظيم. طب هناكل الموز امتى احنا؟ واحدة من دي اهي. واحدة من الكابوتش دي. انا هاكل الكابوتش دي بحب الكابوتش. يلا واحد واحد كده خمسة. انت حطيت كم معلقة؟ اه اتفضل على كم معلقة بجد؟ يلا العيال واقفة عاوزة تروح النادي. طب قلت على كم معلقة؟ ثلاثة. ده واحد ده اثنين. انت بتقعد نصيبه بره طبعا. اهو يلا نبدا على طول كده. مش هحط شطه حتى المره دي. يلا مش هتحط؟ لا ليه كده؟ يلا واحد. فين الكابوتشو؟ كلها ماشي. ما كلها ايه؟ الشوال اللي تحت اهو. دي مرة ياخد بس سنينك. لا عارف والله. الناس بتحكي. صبار. ياخد بس.
تاخد بيت شرطك. دي جاجة. لا بعدين العيال واقفه، مين اللي فتح بقه الاول؟ اه بص يا كلام عشان رايحين الناس يا كلام. بس كان في حبه، بس كان في حبه من تحت لسانه انا شايفاها بنلاقيه. طب ماشي، ما كان في حته اللي بص كان عامل حاجه هنا. بس بص الواد عشان يروح النادي دي اصلا بتبقى تحته فيها تلج، انا مش هاكلها عشان دبي. بص عامل زي عامل كده ها. وده ليه حظ ده حلو تلات ممرات. انت اكلت من قبل بابا. قلبي انت سلمى، قلبي انت سلمى. ما كلبت الجوله. قلبي يا واد ياسين. ايوه لا لا انت مش اي حاجه منها ولا يا ماما. ايه ده انت ولعت؟ استني يا سلمى، استني يا سلمى، استني يا سلمى بقى عشان بابا ما كسبتش. بابا يلا يلا. ايه 4-0 احنا نعمل ارقام حلوه. لا ده الاختيار ده بتاعي حبيبي. اوعي كده. ايه ماشي. طب استني يا سلمى بتعملي ايه يا سلمى؟ ماما قالت لك تاكلي مكرونه ما رضيتيش. بصوا بقى الاختيار بتاعي يا احمد سمير. لا مش مسكر. هات صباعين موز. صباع موز؟ انا هصعب الحكومة. تعمل بقى ايه؟ هو ده اللي في الدار خاص وموز. ان شاء الله هقدر. لا هات لي واحد ده ضرب. مش عايزه حاجه ضرب عشان اكل على طول. ما هو ده في ايه؟ ده ضرب. خد انت ده. هات لي واحد غيره. هي بتاكل الصباط اساسا. اه يا بنت يا مريالة يا بنت. وانا كنت 4-1. ربي يستر على اخر جولة. ممكن هو اللي يكسب ياخد. لا لا بس نشر الاثنين والله. اقسم بالله ما تقشريش اما نبدا. انت منقل التخين يا لئيم. منقلك ايه؟ ده اللي على الوش اهو. وريني. طب كده بتاعك اهو. بص ده ده الفن. انا مالي دخلت فيه؟ بص مديني الواحد قد كده. ما هو ما ده هو اخر اللي معاك اهو. يلا يلا انا خليها واحد كيف عشان اقدر. والنبي ده كل اتنين مع بعض. ايه ده هو انت بتقشر؟ انا قطتش. يلا طب خلاص. قطتش يلا. طب خلاص هقشر وبعدين اقول. ثانية واحدة بقى. يلا ثانية. يا اخي احسن والله احسن. هات لي واحد غيره. هات لي واحد غيره. ايت حط ايدي هنا. بص منقلي اللي اتخن منه. يا لهوي على اللقمة. لقيم استنى ايه ده بتترعش. انا صفر ما ينفعش. يا بنت يا فرياله يا جامده يا جامده. انت ايه جبت ال 1-2 دي بتعمل اكل ازاي؟ بأقل مجهود. والله كده. والله لو لقيت حتتين هتبقى خسران. بصت تتلكك. قلت لي والله لو لقيت حتتين هتبقى خسران. دي انت اللي خسرتني. الحمد لله يا جماعه انا كسبت. مش عارف هي بتاكل الموز ازاي؟ تبلعه ازاي نص تقيل؟ هو تقيل والله. وزلط اللي زلطه. ما هخسر. زلطهم. بص العقاب انا مجهزه انا وسلمى. عقاب ايه؟ والله ما اعرف هو يعمل ايه. استغفر الله العظيم يا رب. ابصوا. وانا اقول ايه حاطه اللعبه دي انا ليه؟ هتمسك دي كده؟ وايه؟ انا مش استنى يا سلمى. اعملها انت كانك لا انا مش زي الرز انا طويل واهبل. يلا اخر مره. عدي لك يلا. يلا المفروض كان يبقى فيها فلوس. طب يلا بس نمسحي من جنب بقي.
ده لو بقي ذات نفسها مزحمة. طب يلا ماشي. انا مش قصير قزع انا طويل وهبل. وتعملي انا مش قصير قزع انا طويل وهبل. يلا يا هبل. ما طلعتش اقول. يلا اللي بعديه اللي بعديه. انا مش قصير قزع انا طويل وهبل. المرة اللي بقى اتنين. المرة مش هتطلع مش هتحس. انا مش قصير قزع انا طويل وهبل. انا مش قصير قزع انا طويل وهبل. انا مش قصير قزع انا طويل وهبل. بس انت مسحراتي خلاص اسكت مش عاوزة تعملي تاني. هتقعدي تصوري ودان انا. ادي طلعت في ده بقى لو كنت انا اللي كسبت شوف العقاب بتاعي كان عقاب كده يعني كنت هتنسوا اللي في الدنيا والاخر. نصيحه يا جماعه الموز حد ياكل موز قبل ما ينام ابدا. مش حد ياكل برده وينام ابدا. لا كله نام وده صحي. انما تاكل موز قبل النوم لا. والله غلط غلط اللي انتوا تاكلوا وتناموا. على فكره انا قريت حاجات مختلفه عن موضوع الاكل والنوم ده. ما اعرفش قال لك الاسد على طبيعته الاسد ما ينفعش ياكل غير ياكل وينام. لو هو في ضرر كان الاسد مش هياكل وينام. لا غلط بيجيب في غلطات على القلب الاكل والنوم. بس انا قلبي بيوجعني بقالي 3 4 ايام. طب يا جماعه ما قلبي بيوجع عشان بياكل وينام كتير على طول ياكل وينام على طول. او ممكن الواد قلبه بيوجع عاوز واحده تدلعه. يلا عشان مش هنخلص. عايز واحده تدلعك يا اخويا. يلا يلا لو انت محتاج تدلع اللهم صل على النبي عليه. ده محتاج واحده تدلعه. طب يلا ده واحد محتاج واحده تبنجه. طب يلا شلته محتاج. يلا 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 هطلعك حلو لايك جمال بينا. خليكوا لينا على التيك توك في رياله فراوله على التيك توك حبايب قلبنا. ويلا ما تنسوش الدعاء لعم علي ابني ايه؟ صديقة. ابني خالتي صديقة. ادعوا له ربنا يا رب يشفيه ويشيل عنه ويعمل عمليه ويطلع بالسلامه يا رب يا استاذ علي تطلع بالسلامه. يلا حبيبك يلا السلام عليكم.